احيانا لما بتكون عامل مشكله او عامل مصيبه او عندك اخفاق في حاجه معينه بتتبع سياسه اللي هو تعمل دوشه، تعمل بلبله، تثير اشاعات. احنا ليه بنقول النهارده الكلام ده؟ لانه في مصدر رفيع المستوى افاد نقلا عن قناه القاهره الاخباريه بان هناك اطراف اسرائيليه بتعمل من خلال بث شائعات حول ترتيبات امنيه جديده مع مصر لمحاوله اخفاء إخفاقاتها في غزة. ومش إخفاقات بس، لا، إحنا في جرائم بترتكب في غزة بيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي كل يوم. إحنا عشان نفهم الموضوع أكتر معنا الأستاذ أكرم عطلة، المحلل السياسي الفلسطيني من لندن. أستاذ أكرم، أهلا بك معنا يا فندم. أهلا بكم وبجميع السيدات والسادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. يعني أكيد حضرتك تابعت معنا الشائعات اللي بتطلقها كل شوية بعض الأطراف الإسرائيلية فيما يتعلق بترتيبات أمنية بين مصر و إسرائيل. ردك إيه وشايف الموضوع إزاي، وإزاي وليه بتلجأ هذه الأطراف لهذه السياسة؟ يعني هناك سبب لأن تطلق إسرائيل هكذا أخبار غير صحيحة وغير دقيقة. النفي المصري أصدق من المعلومات الإسرائيلية لسبب بسيط، إنه مصر ليس لها أي مصلحة سوى الحديث عن ما يجري، عن الواقع، لكن إسرائيل لديها مصلحة تزييف الواقع. هذا هو القائم. لماذا؟ وهذا هو السؤال. طيب لماذا إسرائيل، خصوصا إنه عادة الأخبار الإسرائيلية والمصادر الإسرائيلية دقيقة فيما تبثه، لماذا هذه المرة الأمر مختلف؟ هذا سؤال كبير. السبب بسيط ومعروف، إنه بنيامين نتنياهو يريد أن يشيع أجواء إيجابية طبعا، وهو يخرب على المفاوضات ولن يكون تقدم بالنسبة له. وأكثر من مرة هو قام بعرقلة الصفقات والمفاوضات، حتى ذات مرة قام برفض صفقة هو نفسه وضع تفاصيلها مع بنيامين بيرز من خلال مدير الموساد الإسرائيلي ديدي برنيح. أما لماذا؟ هو يريد إشاعة أجواء إيجابية لأنه لديه سفر للولايات المتحدة الأمريكية نهاية هذا الشهر، عنده مسألتين مهمات وحساسات يتطلبان إشاعة أجواء إيجابية كاذبة. الأولى هو السفر للولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء خطابه في 24 من تموز الجاري، يريد أن يوهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يبذل كل جهده لتحقيق تقدم على صعيد موضوع الصفقة والمعبر والحدود. وقبل أو بعد، لم يتحدد بعد، اجتماعه مع الرئيس الأمريكي إما يكون في 22 تموز أو بعد الخطاب في 25 تموز، ولكن معه لقاء مع الرئيس الأمريكي. يريد أن يستقبل الأمريكان باعتباره يقدم كل التنازلات اللازمة، وخصوصا أنه أن الديمقراطيين منقسمون حول هذه الدعوة التي وجهت له من قبل الجمهوريين، وبالتالي هو يريد أن يكسب تعاطف الديمقراطيين، ويريد أن يستقبل باعتباره يبذل كل الجهود الممكنة لتسهيل الصفقة. المسألة الثانية داخلية في إسرائيل، وهي التظاهرات والغضب والنقمة في إسرائيل. نهاية هذا الشهر الكنيسة الإسرائيلي تدخل عطلتها الصيفية لثلاثة أشهر، حتى أكتوبر القادم. هذا يعني أنه يشيع أجواء إيجابية يلتقطها الشارع الإسرائيلي، يهدئ روع الشارع الإسرائيلي حتى الوصول للعطلة الصيفية للكنيسة. بعدها لديه ضمانة لمدة ثلاثة أشهر أن ليس هناك من يسقط الكنيسة، لأن الكنيسة لا تجتمع خلال أشهر الصيف، وبالتالي هو معني بإثارة هذه الأجواء، بإشاعة هذه الأجواء الكاذبة. لكن الحقيقة عكس ذلك. الحقيقة هو ما قاله نحوم برنيع في صحيفة يدوات أحرنوت عندما قال أن نتنياهو سيعمل على إعاقة الصفقة دون أن يبدو هو السبب لإعاقتها، وما قاله في صحيفة هارت عموس هرائيل انه نتنياهو عندما يختار بين صفقه تؤدي الى سقوط حكومته وبين
الشارع الإسرائيلي والتظاهرات سيختار التظاهرات لأنه أقل ثمن لا تؤدي إلى إسقاط حكومته. التجربة طويلة يعني أصبحت أمامنا وسهلة القراءة إنه نتنياهو إذا ما تم صفقة هذا يعني ممكن أن تؤدي إلى انسحاب سموتريتش من جزير اللذان يهددان ليل نهار بإسقاط هذه الحكومة، وبالتالي لا حكومة ولكن لا صفقة، ولكن لا يريد أن يبدو أنه هو السبب لذا يشيع هذه الأجواء ويقحم مصر في كل فترة في أخبار كاذبة. أنا بشكرك جدا الأستاذ أكرم عطلة المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا من لندن.